حل الاتحاد الليبي لكرة القدم عرضنامة منتخبه الأول لكرة القدم القادمة والتي سيتحضر فيها لمبارياته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا، وذلك من خلال عدد من المعسكرات والمباريات الودية، حيث بدأ تجمعه بطرابلس يوم الأربعاء بحضور معظم لاعبيه. أعلن اتحاد الكرة الليبي في مؤتمر صحفي عن برنامج منتخبه الأول لكرة القدم الذي يتولى تدريبه الوطني عبد الحفيظ ربيش بعد تجديد عقده لسنة جديدة، حيث سيقوم بإجراء معسكر تدريبي بألمانيا وعدد من اللقاءات الدولية الودية. في انضباط داخل المنتخب وفي احترام ما بين اللاعب والمدرب والطاقم كلها، هذا شيء معنا نفرح به. أستاذ الحفيظ بإجابة واضحة، نعم أم لا؟ لا لا، صعب اني نقول. بالنسبه لتو الحمد لله ظروفي ممتازه جدا، مدت عقدي لمده سنه، وان شاء الله نتمنى بصراحه حتى نكون معك واضح. لو احنا حققنا نتيجه ايجابيه في مباراه الكونغو والتوغو، باذن الله منتخبنا حيمر للدور الثاني، وباذن الله ان شاء الله في حاله معنا واجهنا اي فريق من افريقيا نتمنى بصراحه في حالة ان احنا ترشحنا على المجموعة دي، نتمنى ان احنا بصراحة يكون، نتمنى من الله ان احنا يكون مواجهة مع فريق افريقي وليس فريق عربي. بعض النقاط اللي تطرق لها السيد عادل بن عيسى والسيد خاصة عبد الحفيظ ربيش، ونكران لبعض الأشياء اللي صارت داخل المؤتمر، كنا نتمنى أن تكون في مواجهة للموضوع هذا، الاعترافات ببعض الأشياء، خاصة تكلمت على نقطة المغرب، لاحظت حتى في سؤال كنت معتز أنه في تهرب، ما فيش إجابة كانت مباشرة. الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد كل هذه الفترة أعلن في مؤتمر صحفي عن برنامج منتخبه الأول الذي سيقوم به تحضيريا قبل مباراة التوغو المرتقبة. منتخبنا بدأ الأربعاء تجمعه الحالي على وقع خبر إلغاء مباراته الودية مع منتخب بنين الذي رفض الحضور لليبيا بعدما كان مقررا خوض لقاء ودي دولي معه الجمعة، فيما حضر أغلب اللاعبون الذين وجهت لهم الدعوة للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني. العمل هذا كله نجتهد نفسنا من الظروف المحيطة بنا، ونتمنى إن شاء الله يا ربي إن يريح ليبيا، وإن إحنا ما عادش نسمعوا الأشياء هذه اللي تأتي بدلالة عليها حتى الرياضة ومسيرة المنتخب. فمن المفروض يعني العمل أول يوم أمس كان المنتخب التنزاني المفروض إن نلعب معاه وديا في ملعب طرابلس، ولكن للأسف يعني في الأخير طلب إن هو ما يقدرش يجي يلعب في طرابلس. قد يكون اعلان للاستراتيجيه العامه لاتحاد الكره في اعداد دورات المدربين، دورات الحكام، دورات الاداريين، ولكن ان يكون هناك برنامج محدد الان وكما اعلنا اليوم على برنامج المنتخب، هذا صعب بالنسبه لباقي القطاعات. الشارع الليبي والطاقم الفني للفريق يامل ان يقدم منتخبنا نتيجه مرضيه في مباراته القادمه، خصوصا مع تحسن ظروفه والسماح له بلعب مبارياته داخل ارضه وامام جماهيره المتعطشه للقاءاته. معتز الخريف، ليبيا لكل الاحرار، طرابلس. وبالتوفيق لمنتخبنا في مبارياته القادمه. وصف المدير الفني لفريق بايرن